المراسلات اللي كنت كنرسل لرؤساء المجلس هي أكثر من 70 مراسلة. وغريبة هذه القضية، لأن كانت عندي واحد الشعور بشكل ما كنتش كنعتبر نفسي أنا عاون خدمة ولا شاوش ولا هذا. مراسلات عديدة في مجالات عديدة، مثلا جمعية الأعمال الاجتماعية ما كانتش، وأنا اللي راسلت رئيس مجلس النواب في 88، بينما الجمعية تأسست سنة 91، حتى سنة 91 أنا في 88 ونشرتها في جريدة العالم مع صورة ديالي، وتنطلب من الرئيس باش يمد يد المساعدة من أجل تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية. راسلت رؤساء مثلا في عهد عثمان كذلك، طلبت باش يكون هذاك لاريجي الان اللي كيصور الجلسات، هذاك ما كانش، لانني كنت كنلاحظ انه كان كيجي كاميرا ما من التلفازه اللي هو كيصور، وكنت كنشوف شي ملاحظات ماشي هي هذيك ما كانش كتعجبني، وكان عندها اسباب نزول باش جا هاد الفكره. ومشيت عند مدير الديوان ديال رئيس مجلس النواب السي بن طالب، ومازال بالحياه، والسي عثمان مازال بالحياه حتى هو، وقلت له ودي عندي فكره اش كاين اش كاين، وعجبته لواحد الدرجه كانني قلت له هاك واحد الخمسه ولا 10 المليار. قال لي جلس عجيب هذه الفكره كذا الى اخره، علاش؟ لان هذه اللحظه فاش كنت باكر غادي يعمل هذا، وعملوها. وبالفعل هي الان اللي كتنقل ما يروج في الجلسات لعموم الشعب هذه الفكره ديالي، لدرجه انه قال لي سير كتب مشروع نقدموه لصاحب الجلاله. وانا جاتني غريبه، كيفاش انا نكتب مشروع ويمشي للملك؟ جاتني واحد، والله يرحمه السي حسن طريبق هو اللي كان فكني في المشكل، قال لي كتعرف تكتب، جلس حداي، بدا كيملي عليا نص المراسله، عملتها وصوبتها مشات، وبالفعل لاريجي كاين. مثلا التصوير الفوتوغرافي ما كانش في المجلس، راسلت رئيس مجلس النواب وقلت له ما كاينش هذا، وعيط لي واحد من الديوان ديالو اللي هو الكاتب العام حاليا، قال لي صيفطي لي سال الرئيس كتقول فيها. قلت له، قال لي وشكون غيصور؟ تصور انت؟ قلت له نصور بالتحدي، وانا ما عمري صورت، داك التحدي اللي فيها قلت له نصور. وخديت مشيت كنسول عند واحد مول الاستوديو، قلت له اش كاين؟ قال لي خصك تكون عندك لاباري ديالك وصور، بدا تجيب لي نشوف. شريت لاباري ديك الساعات 4600 درهم من مالي الخاص، بديت نهدر باش نوثق داك اللحظه اللي كانت. شان قلت من المراسلات اللي راسلت، مثلا انا اللي طلبت باش هاد البحوث الجامعيه، رئيس مجلس النواب كريم غلاب صيفط لي رساله نهار 20 ابريل 2011 باش يراسل وزير التعليم العالي باش البرلمان يتزود بداك هذا ويتشجعوا داك الطلبه. هي اللي الان تحدثت عليه جائزه البرلمان ولات كذا، وبسبب ديالي خلاوني تخرج التقاعد في 2013، وعاد عملها كريم غلاب ولكن ما نجحتش العمليه وخلاوها حتى الى اخره. من جمله المراسلات مثلا قلت طلبت بان واحد البتي صالون قدام القاعه المغربيه باش يتسمى قاعه المراه المغربيه، منين ولجت المراه البرلمان. مراسلات عديده وما فيهمش، ما كتصيبش فيها شي مراسله اللي كنطلب شي حاجه ليا ولا كنطلب نخدم ولدي ولا شي حاجه، كلها لرفع من شان المستوى ديال المؤسسه التشريعيه. اما المسار ديال هذه المراسلات اللي قلت لك 76 مراسله ولا اكثر، فيها اللي تنفذ وفيها اللي تنفذ حتى ما بقيتش انا بحال هذه اللي ذكرت، وفيها اللي حوروا لها المعنى ديالها ونفذوها باسمهم. انا ما كنبحثش باش تكون باسمي ولا ما تكونش، انا عملت شي حاجه في حياتي والسلام. التاريخ كيشهد والله كيشهد.